أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يقترض من البنك عن طريق التورق وهو ملتزم بشروطه، ولكن لغير حاجة ماسة مثل السفر للنزهة؟ التورق أصله فيه خلاف بين العلماء، لأن يعني بعضهم يرى أنه وسيلة من وسائل الربا، حيلة على الربا، فتجنبه لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، لكن إذا احتاج إليه ولا أحد يقرضه فلا بأس بذلك عند الجمهور بشروط. أولا أن تكون السلعة عند البائع، عند الداين، تكون عند الداين قبل العقد يملكها. ثانيا إذا تم البيع فإن المشتري والمدين ينقلها من محل البائع ويبيعها في مكان آخر على غير البائع، توافرت هذه الشروط وهناك حاجة إليها فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.